اهلا بيكم في قناة خضرونيوم وكيمياء الحياة، معاكم محمد خضر، والنهاردة هحكي لكم قصة اختراع الفلكنة فالكانيزيشن، اللي بفضله قدرت البشرية تروض المطاط وتحل واحدة من اعقد المعضلات الصناعية في القرن ال19 بعد قصة كفاح طويلة كلها عبر ومواعظ. مبدئيا المطاط موجود بشكل طبيعي كسائل لزج بيخرج من لحاء احد انواع الاشجار الاستوائيه اسمه العلمي هيفيا برازيليانسيس، ولمئات السنين كان السكان الاصليين للامريكتين بيستخدموه علشان يخلوا الملابس مقاومه للبلل، ولما وصل الاوروبيون للامريكتين استخدموه لازاله كتابات القلم الرصاص to rub out pencil marks، ومن هنا جت كلمه رابر. في بدايات القرن ال19 بدأت مجموعة من الشركات في بوسطن باستخدام المطاط الطبيعي لتصنيع منتجات زي بلاط المطر والأحذية طويلة الرقبة، بس واجهتهم مشكلة عويصة جدا، وهي إن المطاط الطبيعي طلع بيتصلب ويشقق بسبب برد الشتاء، ويبقى اللي لابس بلطو كاوتش كأنه لابس بلطو خشب، وفي حر الصيف لقوا مشكلة تانية أنيل، وهي إن المطاط بيسيح ويلزق زي الغرق وتطلع منه ريحة وحشة. وبسبب المشاكل دي بدأت الناس ترجع كل منتجات المطاط اللي اشترتها، وبحلول تلاتينات القرن ال19 بدأت شركات المطاط في الإفلاس واحدة ورا التانية، ومبقوش عارفين يعملوا ايه في المنتجات المطاطية دي كلها، لدرجة إن إحدى الشركات حفرت حفرة كبيرة ودفنت فيها الأحذية والبلاط المطاطية دي. هنا بقى بيظهر بطل قصتنا تشارلز جودير، شاب مكافح عنده 33 سنة من مواليد سنة 1800، ولا كان مشهور ولا كان عنده أي خلفية علمية ولا حتى رأس مال، وكان عليه ديون متلتلة بعد إفلاس دكانه، بس تشارلز كان عنده شغف كبير بالاختراع، وبالرغم من إنه ما درسش الكيمياء أكاديميا لكنه علم نفسه بنفسه وبالتجربة، وكان شايف إن المطاط ده مورد مهدر وممكن يبقى منجم ذهب بس لو قدر يخترع حل لمشكلة عدم استقراره ويخليه مقاوم للتغيرات في درجة الحرارة، وكان مؤمن بأن لكل مشكلة حل، والفكرة دي استحوذت على كل تفكيره، ونتيجة إصراره على النجاح عمل سلسلة من أكتر تجارب المطبخ غشومية في تاريخ البحث العلمي. كان بيخلط خام المطاط في أواني الطبخ مع عوامل مجففة زي المغنيسيوم والجير الحي، وكان طول الوقت ده بيستنشق الأبخرة السامة الناتجة من التركيبات دي، حمض كبريتيك على حمض نيتريك على ترابنتين إلى آخره، لحد ما اكتشف بمساعدة رجل الأعمال ناثانيال هيورد إن إضافة عنصر الكبريت بتزود تماسك المطاط شوية، لكنه برضه لسه بيسيح بالحرارة. انشغال تشارلز بالتجارب دي زود من تراكم الديون عليه لحد ما دخل السجن اللي برضه ما منعهوش يستمر في تجاربه، وكان بيطلب من مراته تجيب له في الزيارات خام المطاط ونشابة عشان يكمل العجن في تجاربه وهو جوه السجن. ومهما تدهورت صحته بسبب الأبخرة السامة اللي كان بيستنشقها، ومهما اشتد الفقر على أسرته اللي كانوا بيجمعوا الضفادع والسلاحف من المستنقعات عشان يلاقوا حاجة ياكلوها، كل ده ما وقفش تشارلز عن السعي لتحقيق حلمه بترويض المطاط، لحد ما في يوم في سنة 1839 وهو واقف قدام أحد الأفران بيتكلم مع مجموعة من أصدقائه وماسك في إيده قطعة من المطاط المخلوط بالكبريت، إذا بقطعة المطاط تقع من إيده جوه الفرن، بس بدل ما تسيح تتصلب أكتر. أن 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 إذا كان التسخين الخفيف للمطاط مع الكبريت بيسيحه، فالتسخين الشديد بيزود تماسكه مع الحفاظ على خواصه المطاطية، هو ده مفتاح لغز ترويض المطاط. ياه، اخيرا الحظ ضحك لك يا تشارلز يا جودير، اخيرا جت الجودير اللي كنت مستنيها من زمان. طب ايه كمية الحرارة المطلوبة والتسخين يكون لمدة قد ايه، وايه افضل طريقة لخلط الكبريت؟ وتستمر تجارب تشارلز جودير على مدار سنتين بالرغم من الفقر والمرض، لحد ما وصل لطريقة لإنتاج مطاط بيحافظ على خواصه في البرد والحر، وسمى عملية تقوية المطاط عن طريق تفاعله مع الكبريت في وجود حرارة عالية بالفالكنة فالكانيزيشن، نسبة إلى فالكان إله البراكين والحدادة عند الرومان، اللي على اسمه برضو اتسمى البركان فولكينو،
لأنهم لما كانوا بيسمعوا أصوات الانفجارات جوه البراكين كانوا بيفسروها بأن دي أصوات مطرقة فالكان وهو بيصنع دروع وأسلحة للآلهة باستخدام نار البركان. وتتلخص فكرة تفاعل الفالكانة في تكوين روابط كبريتية داخل الشبكة الجزيئية في المطاط. الروابط الكبريتية دي بتزود صلابة المطاط بما يمكنه من الاحتفاظ بشكله في درجات الحرارة المختلفة، ويرجع يستعيد شكله الأصلي إذا انضغط أو اتشد، في حين إن المطاط الغير مفالكن بيكون طري قوي وملزق وله نفس قوام اللبان وما بيقدرش يستعيد شكله لو اتعرض لشد أو ضغط كبير. أخيرا يتحقق حلم تشارلز جودير سنة 1844 لما يسجل براءة اختراع عملية الفالكنة ويلعب الزهر وتتبدل الأحوال ويركب أول موجة في سكة الأموال. لكن للأسف هي كانت أول وآخر موجة في سكة الأموال، وفرحة تشارلز باختراعه استمرت لسنوات قليلة بس، وبعدها دخل في معارك قضائية طويلة مع منافسينه في سوق تصنيع المطاط لحد ما خسر كل ثروته في المحاكم ومات سنة 1860 وهو مديون ب$200,000. وبعد وفاته ب 38 سنة وتخليدا لذكرى كفاحه يطلق اسمه على أكبر شركة أمريكية للإطارات والمطاط. بالرغم من إن فالكنة المطاط غالبا ما يشار إليها كواحدة من الاختراعات اللي تمت بالصدفة البحتة، لكن الحقيقة هي إن الفضل في الاختراع ده بيرجع لإصرار تشارلز جودير على النجاح وإيمانه بوجود حل لكل مشكلة رغم تتابع الفشل وقساوة الظروف وافتقاره للإمكانيات والمؤهلات. وتتسجل قصة تشارلز جودير في تاريخ الكيمياء كمثال على مدى قوة الاقتناع بالحلم والمثابرة في العمل. وبفضل مجهوده وشغله بيتم النهاردة إنتاج أكتر من 21 مليون طن سنويا من المطاط الطبيعي والصناعي. نص إنتاج المطاط ده بيستخدم لإطارات السيارات. إيه رأيكم بقى في قصة اختراع تفاعل فالكنة المطاط؟ لو عجبكم الفيديو أو طلعتوا منه بمعلومة واحدة على الأقل، ما تنسوش اللايك والشير، واكتبوا في التعليقات ايه المواضيع اللي تحبوا نتكلم عن كميتها في الفيديوهات الجاية، واشتركوا في القناة عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة. شكرا على المتابعة والدعم، وسلام عليكم.